السلام عليكم. مدينة الصالح في محافظة تعز، مشروع سكني كان السكن فيه حلم المئات، فأصبح الدخول إليه كابوس الآلاف والخروج منه أمنية بعيدة المنال. منذ أن سيطر الحوثيون على الجزء الأوسع من محافظة تعز، حولوا المشروع السكني الوحيد إلى منشأة عسكرية وسجن ينافس أبشع سجون العالم على مر التاريخ. أدخل الحوثيون إليه آلاف الأصحاء وأخرجوهم جنائز أو مرضى على وشك الموت. عبد الحميد جعفر تربوي اعتقلته ميليشيا الحوثي 3 سنوات ونصف وتعرض لأصناف من التعذيب، يروي جانبا منها في الفيلم التالي. نتابع. قال لي واحد يعني على أساس أنه استأجر مزرعة، قلت له طيب نروح نشوفها، قال بكرة يرجع له. قابلي واحد قال الأستاذ شيقي الآن بدنا نروح نشوف المزارع، قلت له لا وسهلا، خزنتوا له وغديته وكرمته وكرم الضيف، ونخزن داخل الحقل، حقل المزرعة، داخل الحوش حق المزرعة. قات كسر خزين كان يكمل، وقمت بعد لوقات يكمل، قمت بعد لوقات، وقاعد يراقبني على اساس انه ما انت مسلح، ما انت مخوف، ما انت كذا. بعدين قال لي حل لي التليفون، رحت شحن التليفون واتصل له، قال له الموضوع جاهز. هي طبعا الملاك كانت الحول، قال الان مخربته، قلت له كان يقول له الموضوع جاهز. انا قلت له ما انا جاري بهذا، انا عاد وصلت قلت له ما رايك نبلش اليوم ننتظر اليوم ثاني؟ قال لا لازم وقته جاهز. الفت كذا وقال الراجل ورائي، رحت سلمته على وامشي الاول. نمشي كذا من قدام البيت، قلت له نروح نصلي المغرب ولا نروح؟ قال لا نروح نشوف المزرعه. امشي كذا حاول مخليني بس امشي اعمل لي مسدس للراس. لفت قال انت مطلوب للصالح، قلت له وعلى هذه كلية اعمل لي كذا شو لاني من الطريق، ليش عقيت لهنا عشان تفقع الجهال؟ الثاني يقول لي سلم التلفون، قلنا لفت قد وثني ورائي يا ساتر، قلنا روحه اخرج له التلفون، قال لي سلم التلفون الثاني، قلت له اذا صوب يصور عوائل، رقمته للمراه طبعا هربت بالتلفون للمراه، وهو واحد رمي على المراه عشان تشوف التلفون، والثاني رميني، والثالث رميني بالراس بالآلي. ها طبعا بركتوه هذا، يقول لهم ارمي السلاح من بعيد، الرابع ارمي السلاح، قلت له ما انا معي سلاح، دير الشل شربت، قال لي ما قال له هذاك لا تديلوش، قال له يموت. طبعا انا شعطوا الشميز من فوقي وربط كان من نقاء ربطوه وللطاقم، واتصلوا بتعزيزات فوق هذا كله، اتصلوا بتعزيزات وخرج 12 طاقم من المنطقه كامل، حاصروا لك المنطقه كامل، واي واحد جازع بالطريق جنب البيت حقي مسكموه وفوق الطاقم، ويدخلوا 22 واحد داخل مدينه الصالح. قام محمد جعفر ضابط عقيد المرة، طبعا اول مره ما رمي عليه صيحت، قال قتلوا عبد الحميد، لما حصلتني بركته قالت قتلوا عبد الحميد بصوته كله، هذاك ماشي بالطريق رجع، قالوا العصابه وصلت، العصابه وصلت، هو كان ضابط الامن النظام هنا بمحافظه تعز في عام 2012، قيدوه كفتموه، هو اثنين المرافقين حقه، كان معه مرة زوجته، خلوهم يدخل السيارة ويلا ويبجروا السيارة، لأنه كان على باقي ربعة ورا البيت. أيوة قاع على سير صوت المرة لما قالت قتلوا عبد الحميد، قال يقول لك إيش ليش قتلوا عبد الحميد؟ منو ذا؟ طبعا رابط، وهذا هو مسؤول عن الأمن هنا، عصر السيارة والجماعة قالوا وصل، ويحبسموه سنة ونص، خرج على طول مات ذبحة صدرية، خلاص مات عمل شهر بس مريض، قد كان حتى خرق قدو وهزاب اللقاء اختضل، قد يقول مع قدنش وعلى ما يقال انه قال لهم انا ضربوا لي ابني بالعمود مع شحيش دوب نيش ازوقه، خلاص شال ابنه وعملوا العرس حقه ومات. انا طبعا شلوني ل مستشفى داخل مفرق ماوية، صفوا لي كذا قليل، عملوا لي إبرة من حق الدم، وخذوني إب تبعني واحد من اللي كانوا معي مرافق، طلع من اللي مسكني اللي كان يقول لي سلم السلاح، أقسم لك بالله يعني لو تقول هذا مجرم، هذا مجرمين حرب، هذا يعني رجلي قد شبت ساق، يقول لي هات الرقم الإيميل، هذا يصفي لي ويقول هات رقم الإيميل، تقول له انا قد دور رقم الايميل، قد قتلتنا وفقعت عيالنا وتدور رقم الايميل، يعني مسك الرجل حقي ويرفع كذا ما ضربني بالراس، لاني مكسور الرجل طبعا قديم معاه بش عظام، مسك القطعه دي كذا وضربني بالراس. انا صحته والدكاتره فوقي صفوا لي، صحته قلت له اي مالك؟ هو دقني هنا لما الدم خلاص يعني نزل لك الدم رعفني، وانا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، هو عالك تحسبين؟ قال قسما بالله لا ازيدك اكسر لك الرجل الثاني. دي رقم الايميل، واحد صغير كذا من حق عسكري، خلوه يخرج لك رقم الايميل اللي بعدين.
عملوا العملية هذه المسامير ما خلونيش 20 ساعة بعد العملية، جاءوا كأن لا سرقوني سرقة الساعة 3 بالليل، فتحوا لك الباب كذا قلتوا قتل، أنا قلتوا خلاص إعدام، تحملوني بالذاك والله وغمضوا على عيوني وركبوني بطقم لا مدينة الصالح، أيوة ورقموا بشقات بغرفة الحالي ممنوع أي واحد يكلمه ولا يكلم معي، عملتوا فترة 10 أيام بالشقة دي وبعدين جاء التحقيق بدوا يحققوا معي، يقول لي الغاطة مترين في مترين ظلام دامس مرقات الطوق اللي هناك بلوك وتحقيق وخلاص وعزلوني عن عن الناس عن كان يعني الحمام تخرجوا مرة واحدة فقط، كان يضربني باليد يقول لي بكسر لك الأيدي دين اللي كان يكتبين، كان يخريني الساعة 12 بالليل على أساس تقومني يجي لك ما تكون راقد يغلق الباب قالك الموت يا داعش يقوم، وخرجنا لخارج طبعا في معه صميل تعرف الصميل عصا بس كبير رؤسه كذا حاجة زي كذا ما ضربنا على العمود يضربنا بالرأس يضربنا بالكذا يضربك ضربة لما يحمر هذا أربع ساعات سألك أي سؤال يضربك عليه حتى وأنا قاهمه مستقيم أنا قال أي سؤال يضربك عليه قلت له يعني أجاوبك صح ولا أجاوبك غلط قالك تضربني قد أنا مش أجاوبك حسن بعدك يضربون أنا ساكت قال ما لا قلت له خلاص ما أحس بك ضربت قلت له متشبعت وضرب أجاوبك تضربني ما أجاوبكش تضربني يا أخي ضرب لك لما تفتر وزعت لك سيبني قال برجع لكم ثاني ساعة اعمل لي أسبوع كل يوم أنا منتظر ولا حين شدوا قلبه يقول أجا يعمل بأسبوع ويرجع وأنا جراح قد حمر الجسم حقي كله بسويد وتحقيق ومسك لك فوق الضربة هذه أكون أقول له ما يضربش طيب فوق الضربة هذه ضربني مكان ثاني قال لا أنا شي ضربك فوق الضربة أنا يضربك ضرب بالظهر كذا لما يقفز لك الدم ضرب بعصا لما يقفز لك الدم أنا طبعا لما قلت له كذا قال رح جاب عصا ثاني يوم الثاني قلت له هقول زي المرة الأولى علشان يمشي قلت له ما أحس بك ضربني قايل قلت له ما أحس بك ضرب مذحل ما تشبع قال له ادي عصا ثاني راح ادي عصا صغير دقل باكورة تعرف الباكورة حق الشيابة هذي خازران كان يضرب لما طلع الدم يضرب قوله كذا لأن توقع مش مثل الصميل الصميل تورب هذيك تخزق خاز ضربني هنا لما كان كذا جرح وقعنا يعني خرج دم من الظهر وباليد هذه شوف هنا كهرباء وحاجات كذا لا انا ما عملتش انا قبل لك يعني حقام ذا انا مره يعني على رجلي وقفوني قد انا على رجلي انا بس وقفني توقيف انا ما قدرت استقيم طبعا سبع شهور وانا ما مشيش على رجلي خالص لا صح قد كنت ناسي السيره وناسي القومه دي طلعوني لهنا قالوا استقيم ما استقيم انا اسوي ما اقدرش استقيم قالوا قيموا سقمني كذا وخليني جيس تقولوا خلاص تعبتوا طيب قال استقيم لما اعترف معترف قال اين مخزن الاسلحه انت مخبي مخزن الاسلحه ببيتك اين المخزن حقك يا اخي اتق الله قلت له ما مش مخزن اسلحه بالقناه كلها انا غير المسجون البقيه حتى معاملتي يا ريت يقولوا انا كنت اقول طيب يا رب انا قد انا مكسر خفف عني عذاب هذول الناس لانه العذاب حقي كان اشد تصور غرفه عدن كان كل واحد يدخلها يعمل شهر اول ما يمسكك يدق غرفه عدن شهر تحت التحقيق هذه ما بش هواء كربون هذا اسود الجدار عدو ده ما بش ولا قي هواء كان من دخل بقي كتمه الا انا ما بقي بش كتمه ولا شيء من ربك كان من دخل قال بقلص نفس وعملوا به اسبوعين ثلاثه وخرجوا الا انا كل واحد كان يجي يقول له ودوا عبد الحميد قعفان ما يرضيش يعترف ولا ما يرضيش يقول له ودوا عبد الحميد قعفان خلاص رجع الشقه حقي يعني ست شهور بالظلام هنا كيف كان تحديد الحمام مخبوع اللي ما كيف أعمال كذا كان في واحد يصفي لي بعض الأوقات كان مثلا تجلس فترة مثلا أسبوع يجلس واحد كذا يحصلني طبعا يرحمني يقوم يقول إيش أسحب لك الحمام عملوا واحد متحوث يدخل مجمرة زح منه مسجونه يجلس نقول له الأخبار كل ساعة يكونوا خرجمو إيش في منو اللي يساعد عبد الحميد منو اللي صب له الثياب قال له فلان وقالوا له بالليل قالوا تعال
سين وجيم سين وجيم وضرب على قضيته طبعا ما يقولوش نوع عليها. لما يزهد هذا يقول لك انا بعد ما ليش اللي انا خرجني، يجي الثاني يصلح لك وخرجموه وضرب. لما اشتهرتوا انه اللي يعلم عبد الحميد جعفر يتكلم معه، بس اللي يتكلم مع عبد الحميد جعفر لا يلوم نفسه، هن جابوا كان زي حاله نفسيه. كنت تقول يا فلان، قال الرجل يسمعنا تكلمش معي، خلوه يرقد بعد شيء يكلمك. قال لك رقد هذا كلهم يقول عندي كيف حالك، كيف انت مو تشتين مو يعني ما لك اقسم لك بالله الدولي حاله نفسيه. لا مرة كنت تقول لك الله يقتلك الله يقتلك، ما ليه ها حتى اصحابي ما خليش يتكلم معهم، جالس نقول اخبار يرقد تقي الله. 3 سنين 5 شهور بعد ما خرجتوه من السجن يا اخي هواة عز رد لي الروح، والله اول ما خرجتوه مفرق ما وياه شميتوا الهواء كذا حق عز، قلنا الحمد لله يا رب هواة حرية. اقول بان حالتنا صعبة ويخلونا نحس ان احنا خرجنا من بين ايدي الظلمة، لا يكونش ظلمة زيهم. الحديث في رجلي له شهر لحد الان وانا جالس بتعز وما زال الحديث في رجلي، ومع البرد تاثر وشيش بعيده اشيش بعيده. انا خرجته اقول يا رب خارج ثاني بعد لي الحديث هذا، وما كان الحديث في رجلي. أكثر من شهرين على نجاح صفقة تبادل أسرى جزئية، تحرر بموجبها عبد الحميد جعفر ومجموعة أخرى من المعتقلين الذين عانوا الأمرين في سجون ميليشيا الحوثي لأشهر وسنوات، ومنهم من يحتاج إلى علاج ليستعيد بعض قواه التي سلبها التعذيب وسوء المعاملة التي تلقوها في سجون الحوثيين. لكنهم للأسف خرجوا من سجن يعذبهم فيه الحوثيين بحجز الحرية إلى سجن يعذبون فيه بالإهمال والنكران. مشاهدينا الكرام، أصدرت اليوم منظمة سام للحقوق والحريات تقريرها عن سجن مدينة الصالح، ونستضيف معنا المحامي توفيق الحميدي رئيس المنظمة لإلقاء الضوء على هذا السجن وأبرز مضامين التقرير. مرحبا بك معنا سيد توفيق. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا. تابعنا قبل قليل قصة التربوي عبد الحميد جعفر الذي كان معتقل لأكثر من 3 سنوات في سجون ميليشيا الحوثي في مدينة الصالح. لو تحدثنا وتصف لنا هذا السجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن سجن الصالح، نحن أشرنا في المقدمة إلى أن هذا السجن أشبه ما يكون بسجن القوقعة أو سجن تدمر في سوريا الذي ألفت فيه رواية سميت رواية القوقعة فيما بعد، أو سجن الباستيل. لكن يظل سجن الصالح سجنا فريدا في نوع العذاب الذي مورس ضد المعتقلين داخل هذا السجن. في هذا السجن اختفت سادية مخيفة لمجموعة من اليمنيين، يعني يعكس الحالة النفسية والتعبئة الخطيرة التي يعبأ فيه المشرفون على داخل هذا السجن ليمارسوا كل تلك صنوف العذاب ضد هؤلاء المعتقلين. لا يمكن الإنسان أن يستطيع أن يستوعب ماذا يدور في سجن داخل سجن الصالح، لكن يمكن أن تتخيلي كل صنوف العذاب مرت داخل هذا السجن، من الحبس الانفرادي، من المنع الزيارات، من الركل، من اللطم، من الإعدامات الوهمية، من الحرمان من الطعام، من نحت الأصابع، من يعني الرمي في غرف مظلمة لأشهر طويلة، من احتجاز المعتقلين بجانب المجانين والمختلين عقليا، أخذهم إلى الخارج ووضعهم في الطرقات لإيهامهم بأنهم ينفذوا في حقهم أحكام الإعدام. هنالك قصص مؤثرة جدا، حتى الضحايا أنفسهم لم يستطيعوا بعضهم أن يستكمل القصص من شدة الضغط النفسي، والتي من شدة الضغط النفسي وهم يتذكرون تفاصيل ما تعرضون له
هنالك تعذيب نفسي مورس على أساس مناطقي بشع وقذر، هنالك تعذيب جسدي. المهمش الذي أهدينا إليه هذا التقرير نزعت أظافره ظفرا ظفرا قبل، ثم نزع اللحم من مفاصله لأنه رفض أن يكون مجندا لهذا المشروع الطائفي لجماعة الحوثي، فعذب تعذيبا قاسيا، وبعد أن خرج توفى بعد 7 أشهر متأثرا بهذا التعذيب. هنالك الصحفي أنور الركن الذي حكى لأهله بأنه كان يحقن بمادة الأسيد داخل هذا السجن، وعندما خرج لم يبقى طويلا وأيضا وتوفى. وهنالك مقبل الحبشي وهو ضرير كفيف أخذ من المستشفى وعذب تعذيبا قاسيا بتهمة أنه قناص رغم أنه كفيف. بمع هذا السجن احتوى أعتقد بأنه اختزل كل الأساليب التعذيب الموجودة في اليمن ووجدت داخل سجن الصالة، وأعتقد أن قصة عبد الحميد جعفر هي نموذج لهذا للسادية وللبشاعة وللقسوة وانعدام الرحمة التي تمارس داخل هذا السجن بتفاصيله. نحن في منظمة سام أفردنا عنوانا كاملا عن تفاصيل هذا السجن، عن أقسام هذا السجن، لا ماذا نود يدور أن تذكر لنا هذه التفاصيل إذا كان بالإمكان سيد توفيق، يعني ومعلومات أهم المعلومات الواردة في هذا التقرير. طبعا أهم المعلومات، نحن ذكرنا أهم الشخصيات المسؤولة عن هذا السجن سواء نعم ابتداء من أبو علي الحاكم إلى عبد الجندي إلى المشرفين الذين عينتهم جماعة الحوثي، وأعطينا نبذ تحصيلية تعريفية عنهم بما فيهم البحر الذي عينته جماعة الحوثي محافظا لمحافظة تعز، وأيضا شخص آخر عين مديرا لأمن محافظة تعز. كل هؤلاء تضمنهم هذا التقرير، وحرصنا على أن نثبت المسؤولية الجنائية لهؤلاء الأشخاص. تحدثنا في هذا التقرير عن سجن مدينة الصالح وأقسامه سواء قسم المشايخ أو قسم الدواعش أو قسم المعتقلين إلى غير ذلك، ذكرنا كل هذه التفاصيل، ثم نعم ذكرنا الأسباب التي يعتقل من أجلها المعتقل سواء الابتزاز المالي أو غير ذلك، ذكرنا قصص مريعة في داخل هذا السجن. نحن ذكرنا وثقنا ما يقارب 27 قصة، هنالك أطباء، هنالك مهندسون، هنالك عمال بسطاء، هنالك برأيك من هي الفئة الأكثر استهداف ويتم حجزها داخل هذا السجن وبالتالي تعذيبها؟ أنا أعتقد سجن مدينة الصالح لأنه يقع في مدينة تعز، كثير من المعتقلين كانوا من الطلاب، كانوا من الفئات المتعلمين بدرجة أساسية سواء كانوا تربويين أو كانوا طلاب جامعة. ستجدون في التقرير قصة طالب اعتقل في هذا السجن ولم تعلم به أسرته، ثم نقل من سجن، بل وصل البلاغ إلى أسرته بأنه قد توفى أو قتل داخل هذا السجن، وأخذت له صور بحيث يتم ابتزاز أسرته، ثم نقل إلى سجن كلية المجتمع في محافظة ذمار. وعندما وصل إلى هناك استطاع أن يتواصل مع أسرتهم، لم يستطيعوا أن يتقبلوا الخبر، تفاجأوا أنه ما زال على قيد الحياة. كان هنالك مشاعر فياضة كثيرة جدا تتحدث وهم يتحدثون عنها. أحد المعتقلين كان عامل ولديه جسم قوي وفتي، عندما جاء الحوثيون إلى سوق العمال بجانب مصانع هذا السعيد ظن بأنهم يبحثون عن عامل، فذهب معهم لكنه عذب تعذيب شديدا حتى انهارت قواه، وكان العائل الوحيد لأبيه ولأمه، كان يبكي لأمه وأخته، كان يبكي طوال فترة سجنه، لأن أمه ستقلق عليه لا تدري إلى أين ذهب. يعني أعتقد القصص كثيرة جدا جدا جدا، بعضهم تم نحت أصابعه نحتا بحيث يشعر بهذا الألم، البعض وضع مع المجانين. سجن يحتوي كل ما يمكن أن يتحدث عنه العالم من صنوف التعذيب والممارسات السادية والبشعة، إضافة إلى الممارسات النفسية المتعلقة بالأسرة، المتعلقة بالزيارة، المتعلقة بالاحتقار على الأساس المناطقي. نعم،
وثقتم هذه القصص وأصدرتم هذا التقرير، بالتالي ما هي الخطوة التالية بخصوص هذا السجن؟ أنا أعتقد أن توثيق هذه القصص خطوة أولى بحيث نفتح فتحة في الظلام، بحيث يتعرف العالم على هذا السجن، يتعرف العالم على حقيقة هذه الجماعة، على ما تضمره هذه الجماعة لليمنيين بالدرجة الأساسية للمخالفين. أعتقد ما تعرض له اليمنيون في سجن الصالح لدرجة أن المعتقلين يتحدثون إذا لم تفرقونا فلتقصفوا هذا السجن ولنموت، لم نستطع أن نتحمل من العذاب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يصل هذا التقرير إلى لجان التحقيق الأممية، إلى لجان الخبراء، إلى المقررين الخواص. سنعمل في الفترة القادمة بالتنسيق مع من وردت أسماءهم في التقرير أو مع أسرهم لتقديم شكاوى خاصة للمقررين الخواص الخاصين، سواء بالإخفاء القسري أو بالتعذيب الجسدي في جنيف. وسنعمل بالشراكة مع بعض المنظمات الأوروبية بهذا الخصوص، ونتمنى أن يحظى هذا السجن أو يحصل على حقه من الاهتمام في التقارير القادمة، سواء التقارير الصادرة من لجان التحقيق التابعة لمجلس الأمن أو لجان التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان. نعم، أصدرتم هذا التقرير، هل من رجاء صدى وردود فعل من قبل سواء المنظمات الأممية أو حتى الناس؟ كيف تفاعلوا مع هذا التقرير؟ حقيقة البعض من عندما أنزلنا إعلان على موقع المنظمة تواصلت معنا كثير من المواقع الإخبارية، كثير من النشطاء يطلبون نسخة من هذا التقرير، كثير من الضحايا. البعض الذي وصل إليه التقرير أصيب بصدمة، لم يتوقعوا أن هذا الأمر كان يمكن أن يحدث في هذا المعتقل. أنا أعتقد أن هذا المعتقل سيحدث صدمة حقيقية لقراء هذا التقرير. ستنكشف حقيقة جماعة الحوثي، وستسقط كل العبارات البراقة والطنانة التي يروجوها في الإعلام بأنهم يحسنون إلى المعتقلين وبأنهم يعاملونهم المعاملة الحسنة. أعتقد أن هذه كلها ستسقط مع قراءة ما جاء في تقرير مدينة الصالح. نعم، لو تحدثنا عن الجانب الرسمي والحكومي، هل يعني تم التواصل معكم من قبل الحكومة أو حتى طلب نسخة عن هذا التقرير ومعرفة ما يدور داخل هذا السجن؟ احنا حقيقة نرسل تقارير لوزراء، لوزير حقوق الإنسان طبعا. وكيف كانت ردة فعلهم؟ نعم طبعا الوزارة هي لا تتواصل معنا، ونحن نصدر تقارير مستمرة. الحكومة اليمنية هي في واد والعالم في واد آخر، لكن من يصل إليهم هذه التقارير يقدمون عبارة الشكر كما هو ديدانهم وعاداتهم ثم ينتهي الأمر. لكن نتمنى أن الحكومة تتفاعل مع هذا التقرير، لأنه اليوم اللي صدر هذا اليوم هو اليوم الأول، ونتمنى الأيام القادمة أن يحظى بتفاعل سواء على مستوى الإعلام الحكومي أو على مستوى حتى الموقف الرسمي، سواء وزارة حقوق الإنسان أو رئاسة الوزراء. ويجب على الدبلوماسية اليمنية أن تقدم هذا التقرير وما ورد فيه للعالم، لأن التقرير مرفق بفيديو إضافة إلى نسخة باللغة الإنجليزية، بحيث يمكن أن يصل إلى مستوى أعلى خاصة على المستوى الخارجي. نعم، سيد توفيق، لو تحدثنا عن الضحايا الذين خرجوا من داخل هذا السجن، برأيك كيف سيكون مصيرهم؟ وهل من جهة تحاول مساعدتهم لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي؟ حقيقة هذا السؤال من يعني لامس الوتر الحساس. نحن منذ فترة نتابع أوضاع المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم، سواء في شمال، سواء في عدن أو حتى في محافظة مأرب. بعض المعتقلين
لدينا رسائل منهم يتمنى أنه لو بقى في السجن دون أن يخرج. هنالك قصور، البعض من الحكومة، خاصة أنا أتحدث عن الحكومة كمسؤولة بالدرجة الأولى، مسؤولية أخلاقية ودستورية، تظن بأن عملية الإنجاء أو عملية الإفراج من المعتقل هي نهاية الأمر. طبعا الخروج خطوة متقدمة جدا ومهمة، نعم لأن الحرية لا يمكن أن تقدر بثمن، لكن أيضا المعتقل الذي يخرج يعاني من صدمات نفسية. هؤلاء المعتقلين أنا أعتقد يجب أن ينشأ لهم مركز علاج نفسي، يخضعون لعلاجات نفسية، وهذا مهم لإعادتهم إلى الحالة الطبيعية التي كانوا عليها. يجب أن يعتنى بهم بتخصيص رواتب معينة لفترة من الزمن. كثير من المعتقلين خاصة من محافظة عدن، بعد أن أفرج عنهم من بير أحمد، عانوا معاناة نفسية، لا يستطيعون يعملون، أو ربما لا يريد الناس غير يعني يخشون أن يشغلوهم عندهم لأسباب أمنية متعلقة نعم بالجهات التي تحكم تلك المدينة. إذا هذه في محافظة تعز، كما رأينا في قصة عبد الحميد جعفر يعاني من كسر في الرجل والحديد ما زال، هذا يجب أن يخضعوا لعلاج مستعجل. من يريد إلى الخارج يجب أن يسافر للخارج، من يجب أن يخصص لهم صندوق. هذه مسؤولية الحكومة، مسؤولية رجال الخير، مسؤولية رأس المال اليمني بدرجة أساسية، لأن هؤلاء هم دخلوا هذه السجون ضحية للصراع السياسي الدائر بسبب نعم انتمائهم للحكومة الشرعية، بسبب موقفهم السياسي، بسبب موقفهم الفكري، بسبب رأيهم الذي يخالف جماعة الحوثي، بل بعضهم بسبب انتمائه الجغرافي فقط ليس إلا. وبالتالي هذه المسؤولية يجب أن تكون على عاتق الجميع، لأن ترك المعتقلين بهذا بعد خروجهم يحدث صدمات نفسية خطيرة لهم. نعم، نكتفي بهذا القدر. المحامي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. التربوي المعتقل السابق عبد الحميد جعفر تم الرصد، في أمان الله.